نادي الزمالك يعلن الاتفاق مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش للانتقال لنادي الزمالك. دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة جدا مع محمد بسام حارس طلائع الجيش للانتقال لنادي الزمالك، والحارس موافق على الانتقال لنادي الزمالك، ونادي طلائع الجيش موافق جدا جدا، بس بشرط. طلب فريق طلائع الجيش انتقال محمد أشرف روح لنادي طلائع الجيش مقابل انتقال محمد بسام لنادي الزمالك ومبلغ، ولم يحدد المبلغ بعد. يعني نادي طلائع الجيش بعد ما نادي الزمالك طلب منه التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش، طلب نادي طلائع الجيش التعاقد مع محمد أشرف رؤى لاعب نادي الزمالك، وكان سبق طبعا أن محمد أشرف رؤى لاعب لنادي الزمالك.